السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين القناة، أهلا بكم. مرحلة وفترة الثانوية العامة والأزهرية من أهم المراحل اللي هتمر عليك في حياتك كلها، لأن دي السنة اللي من خلالها بتتعلم حاجات كتيرة جدا وبتقابل مواقف صعبة كتير، والمواقف دي هي اللي بتخليك أقوى وأكتر إصرار. وكتير من زمايلك قبل كده حققوا منها مستقبل قوي جدا وحطوا نفسهم في مكانة اجتماعية عالية ومميزة. طب وليه لأ انت ما تعملش زيهم وتكون بداية عزيمة وإصرار وكفاح ليك لنهاية العمر مهما كانت الكلية اللي ربنا هيقدرها ليك؟ لازم تعرف كويس انك لما تبدأ المشوار لازم تكمله للآخر، مهما قابلت بقى من صعوبات وضغوطات ومشاكل، اللي اصلا المفترض انك مع كل مشكلة وموقف صعب بيواجهك بتخليك اقوى واكتر اصرار ونضج وخبرة في الحياة دي. ركز شوية في شوية النصائح اللي اقولهم لك دولت. اولا، اتقي الله في كل تصرفات حياتك، واوعى تخاف من اي بشر، واوعى تكون كمان سبب لأذية اي حد، اوعى تأذي اي بني ادم. ثانيا، خليك كتوم واسرارك كلها خليها بينك وبين ربنا علشان ما ترجعش تندم في يوم من الايام انك حكيتها لحد. خد بالك من النصيحة دي جدا. ثالثا، الفترة الاخيرة دي في اي سنة دراسية لازم تحل فيها امتحانات كتير علشان تشيل عن نفسك رهبة وقلق وخوف الامتحان. رابعا، حط قدام نفسك هدف يخليك دايما عاوز تذاكر، مثلا كلية حلوة، فرحة اهلك، احساس النجاح بعد التعب والصبر والمشقة دي كلها، اي حاجة من دي هتخليك تحارب بكل قوتك علشانها. خامسا، اوعى تخلي حد فاشل مش عايز ينجح يحبطك ويقلل من عزيمتك، ابعد عنه فورا لان ده زي مرض السرطان بالظبط، ملوش علاج غير البتر. سادسا، اوعى تستنى مزاجك يتحسن ويبقى كويس علشان تذاكر وتخلص اللي مطلوب منك، لا، اجتهد وعافر ومزاجك هيتحسن لوحده. سابعا، حلمك عمره ما هيتحقق وانت نايم في البيت، دايما خليك نشيط وصاحب ارادة قوية جدا. ويكفيك قول النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه حين قال كما في صحيح ابي داود: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، وان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض، والحيتان في جوف الماء، وان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وان العلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اتمنى تكون استفدت من الحلقه دي. كان معكم مستر محمد عاطف من قناتي على اليوتيوب. السلام عليكم.